النهاردة يوم زيارة كاملة مع مرضى 57 أنا النهاردة تحققت من معاني كتيرة كنا بنكتبها وما كانش لها صدى في الواقع. النهاردة بزيارة 57 أولاً اكتشفت إن دي مش مجرد مستشفى لكن مؤسسة علمية قبل أن تكون مؤسسة طبية. تاني حاجة أقدر أأكدها إنه في سيستم حقيقي بيعكس إنه في إدارة في المكان وكانت في إرادة إنه تعمل هذا السيستم وهذا النظام. طيب. مفيش واحد لواء وواحد مش ملوش حد. قلنا حضرتك شوايه في كل حاجة وعدل في كل حاجة. حد عطلك وأنت داخل؟ لا. حد قال لك ادفع حاجه كده على جنب ولا حاجه؟ لا لا حصلش كده. الف سلام عليك. الله يسلمك. حد بيطلب منكم تبرعات خلال المده دي كلها؟ طيب شكرا. المستشفى زي ما بيقولوا ماشيه زي الساعه، كل واحد عارف دوره فين وكل واحد عارف هو بيعمل ايه بالظبط. كل المرضى اللي انا قابلتهم من كل اقاليم مصر وكل محافظاتها اولاد ناس بسطاء زي حالتنا. كانت اول مره ليا ان انا ازور 57 فعلا. اول ما دخلت اول ما بتخش بيبقى فيه بتهقم ايدك وما بتشمش الريحه اللي انت فاكرها، لا على العكس بتبقى ريحه حلوه جدا. التاني حاجه هي اللي عجبتني ان هو ان انت بتشوف ناس اكبر منك بحاجات بسيطه هناك شغاله وبتدير المكان، شباب، الناس اللي بتشتغل على مساعده العيانين، الناس اللي بتعمل الادويه، الناس اللي بتعمل كل حاجه كلهم شباب. فدي كانت بصراحه من 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 الحاجات الحلوه جدا اللي انا شفتها داخل المستشفى، وباذن الله هكرر زيارتي تاني عشان طبعا كل ما بتروح في حته بتشوف حاجات جديده وجديده وجديده. بس انا بصراحه اتبسطت في 57 357. اتبرع على حساب 57 357 بجميع البنوك المصريه، او ابعت رساله على رقم 57 357 ب5 جنيه. رسالتك هتفرق كتير. مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.